الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. فاليوم الجميل يوم الأربعاء اللي هو تقريبا قبل آخر يوم في الأسبوع، لباكر يوم الخميس ناس تترياه عشان بعدها تدخل في مود نهاية الأسبوع والويكند. فنصبح عليكم الخير من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة. هالبرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم بداية البرنامج أول شيء أرحب بالطاقم الموجود معاي ناصر السليمي في الإخراج. وتوا ناصر يقول لي دكتورة وايد تركزين في الخميس، من يوم الأحد أعد للخميس، من يوم الأحد أعد لكم للخميس. أحس يعطيني طاقة إيجابية لما أبدأ أسبوع يوم الأسبوع بالأحد وأبدأ أفكر إن في خميس جاي، أحس يعطيني طاقة إيجابية، يعني مثل يعطيني هدف. فنجرب هالطريقة ونجرب ونرحب بعد بنجاة معي في التنسيق. صباحك وردي نجاة، يعطيك ألف عافية. طبعا برنامج صحة وسعادة مثل ما دائما أقول هو برنامجكم، هو يثرى هذا البرنامج بتواصلكم باقتراحاتكم آراءكم ملاحظاتكم، كل ما من شأن تحسون عندكم اقتراح ملاحظة رأي وجهة نظر في أي خدمة مقدمة في هيئة الصحة، تحسون لو أبديتوها ممكن تحسن هذه الخدمة أو تطور من الخدمة. ممكن يكون مقترح ترى جدا 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 بسيط في نظرك أنت، تحسه وايد بسيط ولكن ممكن يكون تأثيره كبير. فتواصلوا معنا عن طريق قنوات التواصل، الهاتف على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. مثل ما تعودتوا بعد دائما يكون عندنا أحدث ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي بتكون معنا أسماء الجناحي تعطينا كل جديد. صباحك وردي أسماء. كمنو سعادة دكتورة. هلا يا أسماء، شو عندك جديدنا اليوم؟ نحن حاليا مركزين تركيز كامل على صحة العرب والمبادرات اللي موجودة، منها طفلي، منها السياحة العلاجية والباقات الجديدة الذكية اللي نسوينها للسائحين الراغبين بالسياحة الصحية وليس العلاجية أصلا. نعم. أيضا الأماكن اللي ممكن واحد الاستشفاء مثل ما يسمونها، يعني مو لازم يكون مريض. صحيح. غير هذا الحين نبغى نقول زين نزيد من نشراتنا التوعوية ورسائل إيجابية، فصارت مو بس الصبح، فمن فترة لفترة راح يلاحظون نحن نحطها حتى في العصر بالليل، فكثفنا الرسائل الإيجابية. ممتاز. فبنعطيكم رسالتين اليوم، رسالة حطيناها أمس في الليل ورسالة اليوم الصبح. نعم. الرسالة الأولى تقول استشعر النعم التي لديك وقم بتعظيمها، فهي التي ستبث روح السعادة في قلبك. دكتور نحن أغلب مشاكلنا نحن ما نحس بالنعم اللي حولنا. صحيح. يعني نعمة التنفس، نعمة الحركة، نعمة يعني لو نحن بس نركز بهالأشياء ونضخمها، يعني هي أصلا عظيمة، راح نحس ترى ما في شيء يستاهل. صحيح. دامني أنا بصحة وعافية ما في شيء يستاهل. أكيد. والرسالة الثانية هي الرسالة الصباحية. عدد الساعات ثابت لدينا جميعا، ولكن تنظيمك لهذا الوقت هو سبب نجاحك وميزك. كلنا عندنا 24 ساعة، الفرق بين الناجح واللي بينجح إن شاء الله هو تنظيم الوقت. صحيح. أسمى بس ذكرينا القنوات التواصل مع هيئة الصحة بدبي أو حسابات هيئة الصحة بدبي، وين ممكن يشوفون هالرسائل الإيجابية اللي أنت تعطينا كل يوم؟ غالبا الرسائل الإيجابية هاي مركزينها هالفترة على الإنستغرام والتويتر، وإذا حصلنا فيها تفاعل راح ننشرها على باقي القنوات. فنحن حاليا قاعدين نشوف الناس متقبلة فكرة الرسائل هاي ولا لا، فبتكون على حساباتنا DHA_Dubai الإنستغرام وتويتر، هذا فيه رسائل الجديدة. وأيضا راح نزيد إن شاء الله تكون في مبادرات وايد حلوة بتكون خاصة على حسابنا على سناب شات، يعني لما بنتابعنا على سناب شات يتابعنا، ونفس الحساب DHA_Dubai بنبدأ من نصف فبراير. ممتاز. ممتاز. يعني ترى إن شاء الله تعلنين عنها أسماء في حزتها عشان ناس تتابع الحساب وتدخل معاكم في المبادرات أو المسابقات. شكرا لك يا أسماء ونهارك سعيد.
ومن وسائل التواصل الاجتماعي راح نروح للدراسة اللي عندنا اليوم. الدراسة اللي عندنا اليوم صراحة فعلا مثيرة للاهتمام. شو تقول الدراسة؟ تقول احذر من خطر بعض الألعاب البلاستيكية على صحة طفلك. حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن البلاستيك المستخدم في بعض ألعاب الأطفال المستعملة ذات الألوان البراقة تشكل خطورة كبيرة على صحة الأطفال. ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الأحد أن الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة بليموث البريطانية كشفت أن تلك الألعاب تحتوي على مواد سامة ومسرطنة. والوصول إلى نتائج الدراسة فحص الباحثون 200 لعبة بلاستيكية مستعملة موجودة في دور حضانة ومنازل ومحال لبيع الأشياء القديمة المستعملة في منطقة ساوث ويست بإنجلترا بحثا عن تصنع عناصر خطرة. استخدم الفريق تكنولوجيا فلورية أشعة إكس للأشعة السينية مرتفعة الطاقة لتحليل عدد من الألعاب من سيارات وقطارات ومكعبات وأرقام بلاستيكية وغيرها. جميع الألعاب صغيرة الحجم للدرجة التي يمكن للأطفال مضغها. شو حصلوا الباحثين؟ وجدوا تركيزا عاليا من عناصر خطيرة مثل انتيمون، باريوم، كروم، رصاص، سيلينيوم، وهالمواد ممكن تسبب التسمم المزمن في حال تعرض الطفل لها لفترة ممتدة من الزمن حتى لو كان تركيزها منخفض. وإذا ما وضع الأطفال هذه الألعاب في أفواههم قد يتعرضون لمستويات أكبر من هذه المواد. ووجد الباحثون أيضا أن هناك 20 لعبة تحتوي على المواد التسع المسرطنة هذه المسممة كاملة، وكان تركيز بعضها كبيرا بصورة كافية ليجعلها مخالفة لمعايير السلامة الأوروبية. وأجرى الفريق تحليل مفصلا ل 26 من هالألعاب، وفشلت 10 منها في اجتياز الاختبار لأنها كانت تحتوي على معدلات مرتفعة جدا من برومين وكاديوم أو رصاص. وتعد الألعاب البلاستيكية الحمراء والصفراء والسوداء الأشد ضررا بحسب الفريق. الدكتور اللي قاد فريق البحث الدكتور أندرو تيرنر قال إن بعض الألعاب البلاستيكية اللي اشتهرت في السبعينات والثمانينات تمثل الفشل الأكبر، وهذه الألعاب لم تخضع لأي اختبارات وتمثل خيارا جذابا للعائلات. الألعاب البلاستيكية المستعملة هي عبارة عن خيار جذاب للعائلات لأنها إرث مباشر من الأصدقاء والأقارب وسعرها رخيص ويمكن الحصول عليها بسهولة من المتاجر الخيرية ومن الإنترنت. واستطرد أن على المستهلكين انتباه أكثر للمخاطر المحتملة المرتبطة مع الألعاب البلاستيكية القديمة البراقة الشكل والصغيرة والتي يمكن للطفل وضعها في فمه. عشان بس نوضح، الدراسة تشدد على شو؟ الألعاب البلاستيكية القديمة من الثمانينات والتسعينات، مو بالألعاب الجديدة. الألعاب الجديدة كلها تخضع لفحوصات عشان تكون آمنة للأطفال. الألعاب القديمة يعني مثلا في عندنا ألعاب يوم أيام كنا إحنا صغار، في أمهات يحتفظون بالألعاب دو شيء، لعبة زينة، سيارة، مكعبات، قطارات، أي شيء يحتفظون فيها الأمهات إنها غسلتها ونظفتها تقول حق عيالهم. اكتشفوا إن الألعاب البلاستيكية القديمة هذه خصوصا تكون لونها أصفر وأحمر وأسود تحتوي على كميات عالية من مواد مسممة، الرصاص، السيلينيوم، الكروم، هذه مواد مسممة وممكن تسبب السرطان، خصوصا الألعاب اللي تكون حجمها صغير ويقدر الطفل يحطها في فمه ويقعد يمضغ فيها. فهالألعاب احتمال الحين طبعا في الأسواق ما تحصلونها، ولكن يمكن الحصول عليها عن طريق الإنترنت. يعني مثلا يدخل مواقع التسوق الشهيرة يدخلون ويحصلون ألعاب مثلا تكون مستعملة من 1980 85 المهم في الثمانينات والتسعينات. فهذه رسالة، أي حد عنده ألعاب قديمة حتى لو حسيته أن حالتها جيدة الأفضل التخلص منها لأنها ممكن تحتوي على نسب عالية من المواد المسرطنة والمسممة. وما نبغى إحنا نضر عيالنا، أخذوا لهم ألعاب جديدة. لا تأخذوا ألعاب قديمة مستعملة مثلا من أصدقاء من بيت اليد، لا تأخذونها لأنها ما كانت تخضع للاختبار في هذه الأيام. ورد أكد أحيانا الألعاب تخضع الاختبارات وما يستخدم فيها نفس المواد، ولكن نتكلم عن الألعاب القديمة. ونصيحة أخيرة قبل ما أطلع الفاصل بخصوص الألعاب، الألعاب البلاستيكية خصوصا يجب على الأمهات، يا أمهات تغسلونهم. أمهات كثر يعني يغيب عن بالهم أنه لازم أغسل الكوار والمكعبات والسيائير، ترى الطفل يمسكها ولا إراديا يحط إيده في حلجة أو ممكن يحطها في حلجة شوية، مع مرور الأيام تنمو عليها بكتيريا. صناديق الألعاب الكبيرة أو في بيوتنا في خيم كبيرة نحب داخلها الألعاب، تنفر داخلها كل الألعاب، ممكن شهور مرت أنت ما رحتي فتحتي طلعتي الألعاب تكتشفين يعني أشياء لا ما تصدقينها موجودة داخل هالخيم وصناديق الألعاب. أكل قديم، ممكن بكتيريا عفن ممكن ينمو داخل هالصناديق وداخل هذه الخيم. كل سوي عندك روتين،
مرة في الشهر بطلي صندوق الألعاب كامل، غسلي كل الألعاب، حطيهم في الحوض مع ماء وصابون، اغسليهم كامل وعرضيهم للشمس على الأقل مرة في الشهر، لازم ضروري جدا جدا، لأن الأطفال يمرضون من استخدام هالألعاب. أنا تأخرت شوية على الفاصل بس مو مشكلة، فراح أطلع فاصل وبعد الفاصل بيكون عندنا مواضيع مهمة، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ونصبح عليكم بالخير ونرحب فيكم مرة أخرى في برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل على 600-551-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. في رسالة وصلت يقول: دكتورة أرسلت لك قبل شوي اقتراح ممكن تقرأينه. والله أخوي أبو محمد ما أشوف الاقتراح، لو ممكن طرش المسج مرة ثانية ما عليك أمر عشان نقرأ على الهواء. طبعا مثل ما تعودتوا كل يوم من يوم الاثنين بدينا نقل مباشر من معرض الصحة العربي 2018 اللي تشارك فيه هيئة الصحة بدبي بفعالياتها وبمنصة هيئة الصحة المتميزة. المعرض كان من يوم الاثنين ويستمر حتى الخميس بمشاركة عالمية واسعة تستعرض أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية الذكية. ننتقل الحين في بث مباشر من مركز دبي التجاري العالمي، معانا الزميل محمود يوسف بيعطينا لقاءات مع بعض الضيوف المتميزين واخر الاخبار. صباحك خير يا محمود. صباحك الله بالخير دكتورة ندى، صباح الخير على جميع من يستمع لأجير إذاعة نور دبي، وأيضا لمن يتابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة بدبي أو حتى بمؤسسة دبي للإعلام. رحب فيكم من معرض ومؤتمر صحة العرب 2018 المعروف بأرب هيلث. هذا الملتقى اللي يعد أكبر يعني ملتقى للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يستمر إن شاء الله لين يوم الخميس، بدأ مثل ما ذكرت دكتورة يوم الاثنين، افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي. وأيضا بالأمس كانت لنا يعني زيارة جميلة من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وكان بمعيته سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، اطلعوا على أبرز الأمور التي تقدمها هيئة الصحة من خلال هذه المشاركة المميزة. طبعا نحن نتكلم عن جوانب أخرى ما تطرقنا لها من في الأيام السابقة خلال تغطيتنا لمشاركة هيئة الصحة بدبي ضمن الأرب هيلث. معايا الآن يعني واحد من الأشخاص الذكيين بالفطرة مش الصناعيين، يعني الدكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي. دكتور أنا بتحدث معك يعني عن بعض أو جانب يخص الذكاء الاصطناعي في هذه المشاركة، ولكن قبل ذلك دكتور خلينا نتكلم معك عن معرض ومؤتمر الأرب هيلث. هذا يعد يعني من المعارض المهمة لكل العاملين في القطاع الصحي. أبغى بس آخذ معك أول شيء أهمية هذا المعرض، شو الأشياء اللي جذبتك من خلال المشاركات في هذه السنة؟ صباح الخير ويوسف، طبعا نتشرف اليوم نتكلم مع السادة المستمعين من معرض الأرب هيلث. مثل ما تعرف اليوم عندنا أكثر من 66 دولة مشاركة، فعندك أكثر من ثلث العالم متواجدين الآن في مركز دبي التجاري العالمي، يعرضون أفضل منتجاتهم وأحدث ابتكاراتهم في الصحة. من جميل ما رأيت أمس في الطباعة ثلاثية الأبعاد اللي هي البايو برينتر، طابعة ثلاثية الأبعاد اللي تقدر تطبع لك خلايا طبيعية وتشكلها، فشفنا أمامنا تشكيل الأنف، تشكيل الأورطة، تشكيل لصمامات القلب، أمامنا استوى في قاعة زابيل، وشيء صراحة يبهر. نتمنى أن السادة المستمعين إذا عندهم وقت يزورون هذا المعرض ويتعرفون حتى لو ما كانوا من المجال الصحي، يتعرفون على الإنجازات في المجال الصحي، لعل ما أن يمكن حد يطلع عنده ابتكار في هذا المجال حتى لو ما كان من المجال الصحي. جميل دكتور، بخصوص المشاركات الأخرى والأمور الأخرى اللي تجذب المعنيين في قطاع الرعاية الصحية إلى هذا المعرض، ليش هذا المعرض مهم؟
اليوم الصحة تلمس كثير منا في كثير من الأوقات. ما في حد ما مهتم بصحته، ما في حد ما يبغي صحة أفضل له، ما في حد اليوم متأكد من السادة المستمعين إلا هو يتابع يا ضغط الدم أو مستوى الهيموغلوبين أو مستوى آخر من الصحة. فبالتالي اليوم تواجده هنا بيعلمه كثير وبيثقفه كثير. مثل ما أنت اليوم تمشي في مكتبة وتشوف عناوين الكتب، اليوم تتمشى في أروقة هذا المعرض وتشوف عناوين الابتكارات هذه اللي هي جديدة في العالم واللي كثير منها يعرض لأول مرة. ثقافة جميلة، ممكن الفرد حتى لو ما كان من المجال الصحي يتثقف، يثقف عياله، يثقف نفسه ويثقف اللي حوالينه، وأيضا يتعلم شيء جديد. ممتاز. طيب دكتور، يعد يعني معرض الصحة هذا المعرض الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأيضا الثاني على مستوى العالم، طبعا هي نقطة جذب للعديد من الشركات مثل ما ذكر دكتور إلى إمارة دبي، وأيضا إضافة كبيرة إلى خارطة المؤتمرات سواء كانت المؤتمرات المتخصصة الصحية أو حتى المؤتمرات العامة لإمارة دبي. عادة دكتور يعني نحن كمشاركة دائما شو اللي نسعى من خلال هذه المشاركة والأهداف اللي نسعى لتحقيقها من خلال هذه المشاركات في مثل هذا المعرض ومعرض عرب هيلث بالتحديد؟ بالنسبة للأعداد أخ محمود، أنا يمكن من المعارض اللي دائما أحضرها والمؤتمرات في أمريكا هو معرض همس في الولايات المتحدة، يحضرونه 45,000 شخص. في معرض أكبر من اسم الآر إس إن إيه يحضرونه ما يقارب 48,000 شخص. إحنا في الأرب هل كم تتوقع؟ 100,000 شخص. 100,000 شخص بمعدل 4 أيام في حدود تقريبا 20,000 يوميا. بالضبط. 25,000. فأعتقد يستحق أن يكون أكبر مؤتمر ومعرض في العالم. لكن نحب نركز على نوعية العارضين، نوعية المؤتمرات اللي تحدث في أرب هل نوعية متميزة جدا، مساقات أو تراكات مختلفة للجميع الصراحة. يعني نية القيادة، نية طباعة ثلاثية الأبعاد، نية آخر الابتكارات وحدثها. فيعني التنوع موجود والجودة أيضا موجودة. نسعى نحن طبعا من خلال مشاركة هيئة الصحة بدبي إلى عرض آخر ابتكارات الصحة في هيئة الصحة بدبي، سواء اللي دخلت في نطاق الخدمة واللي بتدخل في نطاق الخدمة. الذكاء الاصطناعي اليوم أنا أحب أبشرك أنه دخل في نطاق الخدمة، تم دراسة المشروع يمكن من 3 إلى 4 أشهر، وبإذن الله بتم عرض نتائج المشروع في أسبوع الابتكار بعد 4 أسابيع بإذن الله. نحن ما نطلع دكتورة ندى، ما نطلع على جانب من الذكاء الاصطناعي اللي تعرض هيئة الصحة بدبي من خلال مشاركته، فما أدري الموضوع راجع لك. يعني نطلع فاصل، بعد الفاصل نرجع ناخذ تفاصيل أكثر مع الدكتور محمد الرضا، ولا نطلع فاصل؟ لا نطلع فاصل عشان أعطيك مساحة أكبر. إذا أتى الله خير دكتورة، إذا ما نطلع فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل نتواصل مع الدكتور محمد الرضا بيشرح لنا عن نظام سالم AI. نعم. زين إن شاء الله. مفروض سالم علي بس شلوا ال سموه AI، ما نعرف ليه. إن شاء الله إن شاء الله. هلا دكتورة. إن شاء الله. بس أقرأ رسالة الأخ أبو محمد يقول شكرا دكتورة، في الثمانينات كان عدد مكاتب تدريب قيادة المركبات في دبي كبير جدا، شكرا لهيئة الطرق على تقليص هذه المكاتب إلى 6 فقط وعلى المعايير العالمية، واقترح على هيئة الصحة الاستفادة من هذه الفكرة وتقليص عدد العيادات الطبية في الفلل السكنية لتؤثر سلبا على السياحة العلاجية وجودة الخدمات الطبية. وشكرا جهود فريق العمل، شكرا لك. وكان في بعد عنده اقتراح ثاني بخصوص إدارة التمويل الصحي. الاقتراح كان إرسال رسالة نصية عبر هاتف المحمول قبل انتهاء التأمين بشهر، ومرة أخرى قبل انتهاء التأمين بأسبوع، وذلك مساهمة من هيئة الصحة في مبادرة الحكومة في إسعاد المتعاملين وتجنبهم دفع غرامة التأخير. شكرا لك أبو محمد، وإن شاء الله حننقل اقتراحك للمعنيين، وإن شاء الله إذا كان ممكن تطبيق إن شاء الله يطبق. وشكرا لك تواصلك واقتراحاتك القيمة. أنا راح أطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نرجع البث المباشر من منتدى صحة العرب. صحة وسعادة.
ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. نرجع مرة ثانية لزميلي محمود يوسف اللي موجود حاليا في مركز دبي التجاري العالمي عشان ينقل لنا هناك في بث مباشر من معرض الصحة العربي 2018. صباحك خير يا محمود مرة أخرى. مرة أخرى دكتورة ندى والمستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين مع الدكتور محمد الرضا رئيس مكتبة التحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي. دكتور، كنا نتحدث عن مشاركتنا في معرض صحة العرب 2018 وتحدثنا أن الذكاء الاصطناعي الآن هو يعني الترند اللي طالع ما بين معظم شركات الرعاية أو مزودي الرعاية الصحية في العالم ككل. الآن نحن نتواجد من أمام هذا النظام، نظام سالم AI. ليش مو سالم علي دكتور؟ تامر طال عمرك، الفيرجن الجديد إن شاء الله بسميه سالم علي. طبعا بس أساس نوضح للسادة المستمعين، سالم AI استنادا إلى سالم Artificial Intelligence أو سالم ذكاء اصطناعي. طبعا هذه نسخة محدثة من برنامج سالم اللي تم إطلاقه قبل 6 أشهر تقريبا في جايتك لعمليات اللياقة الطبية واستخراج التقارير الطبية بالنسبة للمستفيدين من خدمة اللياقة الطبية في الصحة، اللي هي بالتالي يحصلون على الفيزا أو الإقامة والآخرين. سالم AI باختصار شديد يسهل عملية التقارير الطبية على الطبيب. اليوم عندنا ما يقارب 2 مليون تقرير طبي، بالتالي 2 مليون أشعة، نفترض أشعة صدر تحدث عندنا في مراكز اللياقة الطبية. هذه 2 مليون لو نظرت فيها محمود بتشوف أن أغلبيتها طبيعية وما فيها شيء ونورمال مثل ما يقولون. طيب أنا ليش أخلي طبيب أو 10 أطباء اليوم يخلصون لي عملية الفلترة 2 مليون أشعة؟ عند اليوم الذكاء الاصطناعي يفيدني في عملية متكررة غير معقدة وكثيرة العدد. الذكاء الاصطناعي اليوم سالم AI يدخل هني ويفلتر لي الأشعات هذه بحيث أنه يوصل الطبيب من 2 مليون أشعة توصل 5% أو 6% من الأشعات اللي هي بالفعل محتاجة لنظر الطبيب وتركيز الطبيب بحيث أنه يطلع بتشخيص. وأنا بشرك حتى هاي الخطوة شغالين عليها أن حتى الذكاء الاصطناعي ممكن يستحوذ عليها باكر، فبالتالي يسرع عملية التقرير الطبي على هاي الأشعة، يخفف الضغط على الطبيب، يسرع الخدمة المتوفرة للمتعامل، وأيضا نأمل من خلالها نصل إلى سعادة المريض. جميل دكتور، يعني مسألة أن الواحد يستخدم الذكاء الاصطناعي في تسهيل هذه العمليات موضوع جميل، هي فيها أتمتة كاملة للتقارير وأيضا التقارير تحصل عليها في غضون دقائق، لأن هذه نتيجة سرعة قراءة نتائج الأشعة. فبالفعل هي عملية مراقبة نقدر نقول فلترة لكل هذه العمليات الطبية اللي كانت تحصل بشكل يدوي نقدر نقول في الفترة الماضية. طيب دكتور، الآن هذا مطبق حاليا؟ نعم، تم تطبيقه على 2 شهر في هيئة الصحة في مراكز اللياقة الطبية. تم تحصيل على البيانات من جميع مراكز اللياقة الطبية الموجودة في هيئة الصحة وعددها 16 مركز. طبعا طلعنا احنا بس تجريبي من 2 شهر والآن اعتقد اثبت جدارته ان نحن ندخل في خط الخدمة بطريقة رسمية، وبالتالي نوضح للسادة المستمعين ان نتائج هذا البث التجريبي اللي بإذن الله بيدخل في الخدمة، او اقدر اقول لك دخل في الخدمة حتى في أسبوع الابتكار في نهاية 2. نحن نتمنى لكم التوفيق دكتور. إذن هذه من الإنجازات اللي دائما ما تعودنا أنكم تعطونا إياها دكتور بشكل مباشر. نحن قمنا نشوف التقنيات هذه اللي ممكن تستخدم في المستقبل، قمنا نشوفها للأمانة في هيئة الصحة بالتحديد قاعدة تدخل علينا في مواضيع كثيرة دكتور. أنا شخصيا ما كنت أتصور أن ممكن نشوف هذه المواضيع أو هذه الإنجازات أو هذه التكنولوجيا موجودة عندنا في غضون هذه 2 أو 3 سنوات. اللهم لك الحمد،
ان هنالك يعني استراتيجيه واضحه، هنالك خطه، وهنالك العديد من الكوادر اللي تعمل لجذب مثل هذه التكنولوجيا وتطبيقها في هيئه الصحه. انتم مفاجآتي يا دكتور، قلت لي عقب 4 أسابيع. عقب 4 أسابيع ان شاء الله بنعلن عن نتائج هذا المشروع سالم اي اي في اسبوع الابتكار بين 22 الى 28 فبراير. وايضا اليوم نشوف من الاطباء اقبال شديد على استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات اخرى، فترقبونا ان شاء الله في اسبوع الابتكار لمجالات اخرى. شكرا لك دكتور محمد الرضا، رئيس مكتب التحول التنظيمي في هيئه الصحه بدبي. اذا بما ان نحن تكلمنا دكتور عن سالم اي اي، ليش ما نتكلم عن نظام سالم ككل؟ النظام هذا ما نتعرف عليه من خلال استاذ محمد عبد الكريم. استاذ محمد، يعني كنا نتحدث عن نظام الذكاء الاصطناعي سالم اي اي، لكن خلنا ناخذ يعني معرفه سريعه بهذا النظام. شو هو نظام سالم؟ حياك الله، ارحب بكم. اولا زين، منظومه سالم هي منظومه ذكيه مشتركه بين اكثر من جهه، مبنيه على Artificial Intelligence Engine، مثل ما ذكرت لاحقا سابقا الذكاء الاصطناعي. نعم، هي طبعا تسهل على المتعاملين بإدخال ومعالجة الطلبات اللياقة الطبية من خلال المنظومة، وأيضا مرتبطة مع الأنظمة الصحية داخل العيادات، فبالتالي سهلت على المتعاملين بشكل كثير كبير من أوقات نتائج ونقاط الانتظار ومن معالجة الطلبات. إذا يعني أقدر أقول أن الآن المسألة صارت أسهل بالنسبة للمتعاملين. أي نعم، صارت أسهل. يعني نحن الآن في 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 حتى المتعامل يعمل طلب اللياقة الطبية ما في داعي حتى يدخل أي بيانات يدوية من خلال المنظومة، فقط عليه أن يدخل رقم التأشيرة وبيتم استعراض البيانات الخاصة فيه كامل من النظام من خلال ربطنا مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مما أيضا بيسهل بيختصر الوقت بيقلل الأخطاء وبيزيد عنا الدقة في البيانات. إضافة إلى ذلك المتعامل بتوجه إلى أقرب مركز. الآن في عندك 16 مركز في دبي، مراكز منتشرة في إمارة دبي ما شاء الله، والمنظومة بتساعدهم بشكل سلس داخل العيادة، ما يبغي لا أن ينتظر وايد. مرحلة الاستقبال هي عبارة عن تشيك إن، مجرد ما يدخل في رقم ما في داعي أنه يكون مع أي ورق، هو عبارة عن بيبرلس أيضا، ما يحتاج ورق حتى أنت تعالج الطلب في العيادات، مرتبط مع منظومة الأشعة لمعالجة صور الأشعة الصدر ومنظومة اللاب. بعد ما ينتهي المتعامل من الفحوصات المحددة تصدر النتيجة وترسل إلى الإدارة العامة لإقامة شؤون الأجانب بغرض إصدار التأشيرة، بالإضافة إلى أنه هو نظام ذكي بما فيه كفاية إلى أن يتواصل مع المتعامل خطوة بخطوة من خلال الرسائل النصية أو من خلال البريد الإلكتروني، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني كذلك كقناة خدمة ومركز الاتصال المتاح من خلال الهيئة. صار له تطبيق ولا بعده؟ تطبيق إن شاء الله في قريباً جداً. أي نعم، under testing الآن، وقريباً جداً إن شاء الله بيتم إطلاقه. نعم، تحت تطبيق الهيئة بيكون. جميل، شكراً لك أستاذ محمد عبد الكريم، كان يحدثنا عن نظام سالم. دكتورة، من ضمن الأنظمة الذكية دائما في هيئة الصحة بدبي اعتمدت يعني مسألة أني أنا أبتدي أطور الأنظمة وأعمل مثل أتمتة لكل الإجراءات التي يعني من شأنها أن تختصر الوقت والجهد، وأيضا تعطينا يعني هامش كبير من دقة المعلومات. فمن ضمن هذه الأنظمة نظام مالية بلا أوراق. صحيح. هني معايا الأخت عزة المري. عزة، أنت رئيسة شعبة رئيس قسم الموازنة والتكاليف في هيئة الصحة بدبي. عزة، خبريني عن نظام
مالية بلا أوراق، شو هو النظام وشو اللي تهدفون من خلاله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبادرة مالية بلا أوراق تتواكب مع استراتيجية حكومة دبي لتحويل دبي إلى مدينة ذكية لعام 2021. اليوم نعرض مبادرتين من أهم المبادرات في إدارة الشؤون المالية. أول مبادرة نظام التكاليف الذكي. نظام التكاليف الذكي تعتبر هيئة الصحة من أوائل الدوائر الحكومية اللي طبقت النظام على مستوى دول مجلس التعاون. نظام التكاليف الذكي بيساعدنا على استخراج تقارير تكاليف وإيرادات على مستوى المستشفيات والإدارات والتخصصات الطبية والأطباء نزولا لمستوى المريض اللي هو يسمى activity based costing في المحاسبة. يساعد نظام التكاليف الذكي متخذي القرار على اتخاذ قرارات في تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات في الهيئة، وأيضا توزيع الموارد البشرية بصورة أفضل، توحيد البروتوكول على مستوى المستشفيات الهيئة، وأيضا تحسين الإجراءات الطبية. جميل. المبادرة الثانية هي مبادرة الآي سبلاير. مبادرة الآي سبلاير تساعد الموردين اللي يقارب عددهم 600 مورد داخل وخارج الدولة على رفع فواتيرهم عن طريق النظام. طبعا عندهم يوزر نيم وباسورد، يدخلون عن طريق النظام يرفعون فواتيرهم جميع المرفقات، وبعدين يتبعون مرحلة دفع الفاتورة فيكونون عارفين وين وصلت الفاتورة، يعني من الفاينانس تروح للأودت، من الأودت تروح للفاينانس، الحين يتم دفع الفاتورة. أنا شفت أن كاتبين أن هيئة الصحة بدبي هي أول هيئة في المنطقة تستخدم شو اسم النظام؟ نظام التكاليف الذكي هو بليكس، يسمى Patient Level Information Costing System، هو Activity Based Costing، ويعتبر من أدق الأنظمة في احتساب التكاليف. وطبعا مثل ما ذكرت هيئة الصحة أول هيئة حكومية تطبق النظام على مستوى دول مجلس التعاون. جميل. دائما الأمور تكون شوية صعبة في التعامل مع ما بين المتطلبات الطبية والكادر الطبي وتوظيفه بشكل أن يتماشى مع الأنظمة الإلكترونية وأتمتة الإجراءات كلها، فأعتقد كان في تحدي قدامكم أن في تحديد التكاليف والإيرادات للمستشفيات، التخصصات الطبية، الأطباء، المرضى، يعني كثير من التحديات. أبغي يعني شو أبرز الأمور اللي صادفتكم من خلال تطبيق هذا النظام وكيف تغلبتوا عليها؟ من أبرز التحديات اللي ممكن أتكلم عنها أن المستشفيات لما نطبق النظام تستخدم مصادر مختلفة لتجميع المعلومات، يعني مش موحدة، البروتوكول نوعا ما مختلف. فلما على سبيل المثال نحتسب ثياتر داتا اللي هو ثياتر تايمينج اللي هو وقت دخول المريض غرفة العمليات ووقت خروجه من غرفة العمليات، المستشفيات كل مستشفى لها طريقتها في احتساب الوقت، فبعضها تستخدم أنظمة، البعض الآخر مانيوال عن طريق السجلات الطبية، والبعض عن طريق اكسل شيت. فطبعا تعاملنا كان مع كل مستشفى يعتبر منفصل وكأن اكسبيرينس جديد، لانهم اجراءات مختلفه عن المستشفيات الاخرى. هاي اقدر اقول انها من ابرز التحديات. جميل. استاذه عزه المري، نحن شاكرين لك هذا اللقاء واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وما يسوي ماليه بدون فلوس؟ لا ما يسوي، ما تبع ماليه بدون فلوس، اهم شيء فلوس الماليه. زين. عموما سمعنا عن دكتوره ندى، كنا نسمع عن العملات الالكترونيه اللي بدات الرقميه. نعم، العملات الرقميه. والعملات الرقمية هذه، لكن أشوف الحين سعر العملة نازل، وايدين تضرروا من هذه العملة، لكن الحمد لله نحن عندنا مجموعة من الأنظمة اللي تحفظ حقوق الجميع، سواء كانت حقوق الهيئة أو حقوق المريض أو حتى حقوق المتعاملين أو مزودي الخدمات من خلال هذا النظام اللي إن شاء الله بيكون من الأنظمة المميزة. أعتقد عزة في السوق جائزة من خلال هذا النظام، أو ترشحت لي لجوائز معينة من خلال هذا النظام؟ احنا ناويين نترشح في الجوائز، لان حاليا احنا في مرحله الانتجريشن، الربط مع سلامه، فباذن الله اول ما ينتهي الربط ونبتدي باصدار تقارير دقيقه للمستشفيات والاداره العليا، باذن الله بنبتدي نشارك في الجوائز ان شاء الله تعالى. اذا لاحظتي دكتوره هنالك انظمه
واحد عندنا نظام الملف الإلكتروني الموحد اللي هو سلامة. صحيح. اثنين عندنا مالية بلا أوراق. ثلاثة عندنا سالم. أربعة عندنا قياس. عندنا برامج معينة خاصة بتطبيقات ذكية. كل هذه الأمور دكتورة ترتبط مع بعضها للوصول إلى إيش؟ للوصول إلى نظام يعني ذكي يتعامل بدقة مع المعلومات التي يتم التزويد لها، يقلل من يعني نسبة الخطأ، وإذا ما كان يعني يحاول أنه يعدل نسبة الخطأ بشكل كبير. يعني هذا التوجه اللي قاعدة تسعى له الهيئة بشكل كبير من خلال يعني معظم الأنظمة اللي تطرحها، وإن شاء الله يا رب يعني نشوف في خلال السنوات القادمة القليلة بتكون في نقلة نوعية كبيرة في مختلف الخدمات والبرامج اللي يتم إطلاقها. يعني نحن هني أبغى أشير دكتورة تذكرين لما كنا أول ما أطلقنا نظام سلامة، نعم زين، كانت هنالك الكثير من يعني ما ملاحظات وشكاوى على التأخير، وكنا نتكلم عن هذا النظام إن هذا النظام يا جماعة الخير هو لمصلحتكم، نبغيكم تتعاونون معنا في هذا النظام. بس الفترة هذه لأن هي فترة انتقالية حتى يتم يعني تطبيق النظام بشكل كبير، اللهم لك الحمد الآن بدينا نجني فوائد الملف الإلكتروني الموحد. صحيح. كل هذه الأنظمة وكل هذه المواضيع ما دام أنها هي تطرح هنا في هيئة الصحة بدبي، فنبغي من الجمهور الكريم أن يعني يتأكد أن العمل هو لمصلحة المتعامل. الجميع يعمل هنا بتوجيهات من معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، دائما ما يعني يصر ودائما ما يؤكد على أن رضا المتعاملين هو الأساس في تقييم الخدمات التي نسعى إلى تقديمها من خلال هيئة الصحة بدبي. صحيح. أنا شاكر لك دكتورة، وأدري أن باقي دقيقة عشان تختمين البرنامج، ترى أنا موجود الساعة واحسب. أنت مذيع مخضرم محمود، فأنت روحك ما شاء الله تنظم متى بتبتدي متى بتخلص، فيعطيك العافية وشاكر لك النقل الجميل هذا من هناك. شكرا لك دكتورة، وكل الشكر لجميع المستمعين والمتابعين، وهذه دعوة بعد نقدمها لهم أنهم يزورونا في منصة هيئة الصحة بدبي المشارك هنا في معرض صحة العرب 2018. نحن أعطيناكم جوانب قليلة، ترى هناك كثير من الأمور اللي ممكن يشاهدونها. شكرا لك دكتورة. شكرا لك محمود، ونهارك سعيد. طبعا كنا في بث حي مباشر من معرض الصحة العربي 2018 اللي تقام عماله في مركز دبي التجاري العالمي، مثل ما ذكرت بدأ يوم الاثنين، وان شاء الله بيكمل عماله لين غدا الخميس ان شاء الله، هو اخر يوم في هذا المعرض. فانا هاي دعوة للجميع انكم تروحون المعرض المنتدى والمعرض المصاحب له عشان تشوفون احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال الصحي. أنا بعلق على موضوع ملف الطب الإلكتروني سلامة على السريع قبل ما أختم، ولكن عندي بعد رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة، أقدر أستخدم بطاقة التأمين خارج الدولة مثال في تايلاند أو الهند؟ طبعا بطاقات التأمين تخضع لسياسة شركة التأمين أو وثيقة التأمين، فأظن ممكن تتواصل مع شركة التأمين وتشوف شو الدول اللي تغطيها بطاقة التأمين خاصة فيك، لأنها يعتمد على الوثيقة وعلى الباقة اللي انت مشترك فيها. فأتمنى أكون جاوبت على سؤالك أخوي. مثل ما ذكر أخوي محمود ملف الطبي الإلكتروني سلامة، في بداية كان واجهنا شوي مشاكل معه، ولكن الآن ما شاء الله لا إله إلا الله ولك الحمد الأمور ماشية بشكل رائع في العيادات وفي المستشفيات وكافة المنشآت التابعة لهيئة الصحة في دبي. فكنا نقول لكم في البداية وسعوا صدركم وطولوا بالكم، والحمد لله الحمد لله وصلنا بفضل من الله وفضل تعاونكم إلى بر الأمان. أنا وصلت لنهاية البرنامج، المخرج ناصر السليمي يعطيك العافية، إيش اللي يقول دكتورة خلاص خلصنا. شكرا لك يا ناصر، وشكرا في التنسيق لنجاة، وهاي كانت محدثتكم دكتورة ندى الملا، إلى أن ألقاكم في الغد أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.